السلام عليكم ورحمه الله. احنا تو متواجدين في باب جديد سوسه مدينه العتيقه. باش نمشيو نعملو طلع لخونا علي المعروف يبيع بالفكاري، يبيع الفكار والعصافر والقنفود اليوم قال عنده سلهوب. قلنا خلينا نمشيو نعملو طلع بحذاه وشوف شنو حكايه السلهوب هذه. اي هلا بالمعروف. هذا سالي، هذا هو سالي. علي يا خويا صباح عليا، اش عندك هنا يا علي بربي؟ والله مستريت هذا كسلهوب، عرفت اللي عنده اسبوع عند نزرع سلهوب. هذا تاع اسبوع هذا اسمه هذا اسمه هذا جو هذا اسمه هابستر بسوري سلهوب بالعربي. ايه تهز خويا كيف في ديك مش لها كلام احلى ما تسكتش علي فار هو هذا مش لها هابستر جو علي للبيع هذو ما تو تبيعهم؟ ايه هذا مفهوم. على قداش كعبة تو؟ كعبة ب 20 20 دينار. نحسبها ب 15. وشو المنفعة نتاعهم هذوما؟ هذا جو عليه في الدار تشري له قفايس فيها العجلة تدور كوليكا. اي. ما يطير عليك القلق تكون معناها قلق كوليكا. باش تجري برا. طير قلق برا. اي صحيح. فما عنده بنية صغيرة ولد صغير يمشي له يخنق ولا حاجة. لا فما قفصات العجلة تدور كوليكا. هذا شغل الدفار هذا. هذاك هم هكا. غنوا عليه في الكوميت هم طاروا عرفتهم يزينوا هذا. هذا سي الهامستير هذا والماكله نتاعو شنو هي الماكله نتاعو؟ قلوب كاكاوية فزق انا قاعد ياكل في البسباس شو ها؟ يا سيدي ينزل على الروش في التلفزه مسميها عاشور يحطه في جيبه هكا يبدا مانا شيخ علي يغزر معنا ملا سيدي نقول لك انا نسك بو عاشور خويا السلام عليكم وعليكم السلام كل كيا ان شاء الله ربي معكم ان شاء الله عاش خويا السلام عليكم سلام عاش.